عصام أن نجمع جميع الفرقاء في على طاولة واحدة، يتم تقسيم المناصب فيما بينهم وتشكيل الأغلبية تروح تشكل بأريحية بهالطريقة برأيك؟ ظاهر الجماعة ما يتوبون. شلون؟ ما يتوبون نفس يعني يريدون نفس إنتاج نفس السابق يعني. زين. يعني لابد. هاي كلمة يتوب يا أستاذ حسين، يعني خلي المساحات بيناتنا جيدة يعني. لا والله والله. لا. يعني هسه تفسيره لمحور المقاومة. نحن لنا أفكارنا وتوجهاتنا. ولكم أفكاركم وتوجهاتكم وتوجهاتكم وأفكاركم محترمة. قضية محور المقاومة جاي أقول لك إنه هاي محور المقاومة مسيطر بهاي المناطق وإحنا قاعد نضغط على أمريكا، من الممكن أن يحدث تسوية بين إيران وأمريكا تجيب واحد مقاوم تخليه رئيس وزراء. زين. آه ممكن ليش لا؟ هو هذا الموضوع هو هذا اللي هم. لا مو هي. هاي مساحة. لا مو تفسر بك. هي هاي مساحة. لا عزيز. هاي المساحة. لا عزيز. ما يحصل رئيس وزراء. لا عزيز. ليش؟ لا عزيز. شوف إيران. إيران وكان قاسم سليماني الله يرحمه براغماتي جدا. رحمة الله عليه. لما تصير مشكلة بيناتهم لأنهم شوية هجوميين تبقى الأمور مرات يعضون لقمة هذا يعض لقمة من السنة من هاي يجي. قاسم سليمان يقعد عصام استاذ عصام شويه الفاظك خلت تكون طيبه خلت لا خلت تكون طيبه انا الى الان اذكر كل الامور بمسمياتها بافكار سياسيه وتوجهات لقمه وكذا انا ما فاهم شنو اللقمه ودار يعني اذكرها بطريقه طريقه سياسيه طيبه السيد قاسم سليماني ويقعد ويعني يفضل الاشتباك مال الوزاره يفضل الاشتباك مال بالاتفاق يقوم بدور سياسي دور سياسي ايه. تجي تلقى ثاني يوم الجماعه يطلعوا لك مبتسمين وحلوه وابتسامه هوليود يقولوا لك انه الوضع على العال وتمام والامور طيبه وتشكلت الحكومه زين. ورا اسبوعين ثلاثه تبدا المشاكل بعد اعتقالات بعد العزو الكرامه بعد ما اعرف شنو بعد داعش وانتهى هذا الموضوع هاي قصتهم صار لهم من 2006 الى الان زين. هذا الموضوع اللي نعيده شنو اللذه من الفقر خلي يبقى الكاظمي رجال حد الان اداراته رغم اشكالاتنا عليه ادارته افضل من عندهم يعني رجل ما يوصل للمنطقه المذهبيه ما يوصل للمنطقه العرقيه مناطقه كلها مدنيه ومن الممكن انه تتفاهم يا كل الكتل ممكن يتفاهم يا امريكا ويتفاهم يا ايران لكن انه احنا نبقى بهذا الاسلوب مال 18 سنه هاي مشكله كبيره هاي طلعت ناس بالشارع طلعت ناس تقاوم الحكومه طلعت ناس يشيت على الشرطه ويكلب بيه زين هذا هذول ليش طلعوا شنو وضعهم زين ذولا اكو ان نظرة لهم مستقبلا لو اريد نطلعهم بعد ان اتهمهم امريكان اسرائيليين اجندات خارجيه بحثيه رغد صدام حسين الاخري مو صحيح احنا بالنسبه لنا نريد سياسه جديده بالمتغيرات اللي حدثت داخل الشعب بعقليه الشعب باراء الشعب لا يجي يقول لي والله راح نجتمع واحنا اخوه وراح انه البيت الشيعي يلتقي ويا البيت الكردي والدنيا ربيع والجو بديع ويقفل على كل المواضيع هذا الموضوع مو صحيح خلي يجون يباعون على الواقع هاي مال انا اريد وزاره مثلا هسه تشترك وياه شو يقولوا لك اشترك وياه واقعد وياه قل انت في شادي لك تم عندك ست وزارات هذا يقدر يدير دوله هذا اللي من يجزئ الحكومه ويطلع يقول انا المسؤول التنفيذي الاول يا ابي يا معود على كيفك ويا الناس السنه شويه سولفوا وياهم صح لا يقبون عليك لا يوقعون العراق لا تحسسون بالخطر انا المسؤول هذول فقاعه زين هذا ما يقدر من يسمي مذهب كامل فقاعه ما يقدر يحاسب وزير مو اجى على سيد مقتدى الصدر وقال له عندي ست وزارات ايش قال له السيد قال له خذهن ايش راح جاب جاب لسام العسكري وربعه وحطهم بالوزارات زي. القضيه مو هنا احنا ما نريد نرجع لهذا المستوى هذا المستوى اذى الشعب العراقي 240 مليار دولار راحت الهيئات المستقله ممسوحه مسح كلها مسيطر عليها الاحزاب البنك المركزي وصل ل 37 مليار دولار زين احنا لا نريد نعيد الكره ونوزع الوزارات شنو راح نسوي هاي الكتله هاي تريد استثمار هاي الوزاره والكتله وانتهى الموضوع اذا نحتاج سياسه جديده بالمرحله المقبله عندنا 4 5 6 شروط هاي الشروط الشعب يريدها مكافحه الفساد التدخل الخارجي السلاح المنفلت والى اخره زي. هسه من اسال التيار الصدري منو قريب اعيد السؤال اللي سالته الجناب الشيخ لحضرتك التيار الصدري كيف يفكر منو قريب عليه ومنو مستحيل قريب عليه اللي ما يذهب للمساحه القديمه اللي ما يذهب للمساحه القديمه قريب علينا زين اللي ذاهبين للمساحه القديمه نعرفهم لحد الان وشانين علينا حملات مشخصه يعني بالنسبة مشخصه وشانين علينا حملات اعلاميه يحاولون ان يعرقلون هذا المسير للتيار الصدري في الانتخابات طيب. أنا أحب أقول لهم أنه المرحلة المقبلة مو لكم.